بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، مرحبا إخوتي وأحبتي في الله مشاهدي ومتابعي قناة اعرف دينك. النهاردة أنا عايز أقول لك برضو أتكلم معك عن النوافل. النوافل لها فضائل كثيرة عند الله عز وجل. إن بعض الناس بيظن إن النوافل هي بس اللي هم إيه 12 ركعة اللي هم سنن الرواتب، لا، في نوافل أخرى برضو ولها فوائد كبيرة عند الله عز وجل. أولا طبعا الحديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معناه أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن خسرت أو إن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فرائضه شيء، قال الرب جل وعلا انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل له من تقص من الفريضة، وتكون سائر الأعمال على مثل هذا. عايز أقول لك خلي بالك، يعني معنى الكلام إنك أنت لما تكثر من النوافل لو عندك نقص في الفرائض بيكمل لك بفضل الله عز وجل من إيه؟ من هذه النوافل. وكذلك أيضا تنال محبة الله عز وجل كما يقول سبحانه وتعالى في الحديث الكرسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث. فالنوافل لها فضائل كثيرة. تعال كده معايا بسرعة ننظر نظرة سريعة في هذه النوافل حتى نحافظ عليها. أولا سنة الفجر، سنة صلاة الصبح التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النهاردة تخيل معايا الركعتين اللي بتصليهم قبل الفجر، يعني بين الأذان والإقامة قبل ما أصلي الفريضة، ركعتين دولت خير من الدنيا وما فيها. طبعا في ناس كتير جدا في التوقيت ده بيكونوا فينا جماعة بيكون نايمين، ناس كتير قوي 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 بتنام عن صلاة الفجر. سبحان الملك، في ناس كتير برضو بتظن ان صلاة الفجر صليها في اي وقت عادي لا بأس، اما قبل الظهر وخلاص. هذا خطأ، وينبغي ان نصحح هذا الخطأ، ان صلاة الفجر لها ميقات محدد. خلي بالك كده معايا كويس جدا، الفجر يا جماعة وقته من ماذا؟ من الأذان وحتى الشروق تقريبا كده هو ساعة ونصف من بعد الأذان، هذا وقته الايه؟ الفجر. في ناس كتير قوي بتنام في التوقيت ده، لا خذ بالأسباب واجتهد حتى تصلي الفجر في وقته وتصلي السنة القبلية التي هي خير من الدنيا وما فيها. دي سنة الايه؟ الفجر. وكذلك ايضا من فضائل النوافل في سنة الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في معناه من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم جسده على النار. سبحان الملك، أنا بعتبر النهاردة الحديث ده جماعة أكنه هدية، والله هدية هدية تقدمها لأي حد من أقربائك ومن ذويك وممن تحب في الله عز وجل، تقدم إليهم هذه الهدية.
هذا الحديث أنك إذا ما صليت 4 ركعات قبل الظهر، يعني بين أذان الإقامة، وأربع ركعات بعد الظهر، تحرم على النار. وفي رواية أخرى حرم لحمه على النار، يعني لحمك دوت رب سبحانه وتعالى يحرمه على النار بسبب هذه السنة. وكثير منا من يضيع هذه السنن. وكذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنة صلاة المغرب، يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. هم ركعتين طبعا، اللي هو ايه بالاذان والاقامة، اللي هو ايه قبل الايه المغرب. اخي وحبيبي في الله، حافظ على هذه السنن. ربما يقول قائل: طب يا شيخ انا هصلي ال12 ركعة اللي هم من ضمنهم 4 قبل الظهر و2 بعديه، وصلي 4 و4 قبل الظهر وبعد الظهر. اقول لا، ممكن هنا بتعدد النوايا. ازاي؟ ان انا مثلا هصلي 4 ركعات قبل الظهر بنيه ان دول من السنن الرواتب، وايضا بنيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حرم جسده على النار، حرم جسده على ايه؟ على النار. وبعد الظهر كذلك ايضا تجمع الايه؟ النوايا. فتصلي الصلاة ولكن تجمع فيها الايه؟ النوايا. اخي وحبيبي في الله، هذه النوافل لتكثر منها، تكثر منها حتى تنال محبة الله عز وجل لك. صلي في اي وقت. فكلمة نافلة يا جماعة، نوافل كما قال اهل العلم، منها نوافل مطلقة ونوافل مقيدة. فلنحافظ اخوتي واحبتي في الله على هذه النوافل لننال محبة الله عز وجل، وربما نكون احوج اليها يوم القيامة في يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.